بسم الله الرحمن الرحيم رسالتي إلى سماحة السيد مقتدى الصدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا يحق لي وأنا أحد طلاب والدكم الجليل رحمه الله أنا وأخي الدكتور حمد فقد تتلمذنا على يده وتعلمنا منه أصول العلم أن أطلب منكم أن ترقد الوقف السني من رئيسه ومدرائه العامين الذين عاثوا في الأرض فسادا فنهبوا وسرقوا ودمروا الوقف لقد طلب مني السيد الكاظمي رئاسة الوقف وقد رفضت لان الوقف مليء بالنصوص ولا اقدر ان اضع في ذمتي درهما واحدا يسرقه موظف بسيط من اموال الوقف ولكني اقول لسماحتكم ان العراق مليء بالرجال الشرفاء واستطيع ان ارشح لكم عده شخصيات تتبوا هذا المنصب فأرجو من سماحتكم ولكم الكلمة الأولى في العراق أن تنقذوا الوقف السني من هؤلاء المجرمين وسيكون هذا فضلا كبيرا عند الله وعندي سماحة السيد يقول لي العراقيون أن العراق ضاع ولكني أقول للجميع لجميع العراقيين سنة وشيعة أن العراق قادم من برجاله الشرفاء فإن لله فيه شأنا وسيرجع بإذن الله عزيزا شامخا وسيذهب المجرمون واللصوص والأحزاب القذرة العفنة إلى مزبلة التاريخ وأني أرى هذا الأمام أعيني قريبا إن شاء الله اللهم يا رب بلغت اللهم بلغت فاشهد يا الله أخوك الدكتور أحمد الكبيسي